وعودة إلى شبابنا ومضيع شبابنا ومبادرات شبابنا وحقهم الولوج إلى الأسواق وحقهم بإطلاق مبادرات عابرة للقارات. تحدي ولوج الأسواق اليوم بكل تأكيد بات أكثر أمناً، خاصة مع استخدام التكنولوجيا، واللي اليوم سلاح وسلاح تكنولوجيا أكيد رح يعطي حلول فعالة أكثر. قضايا أخرى عديدة، نحكي اليوم عن أسبوع الريادة العالمي بمايسترو شبابي اللي منربطه اليوم في برنامجنا الخاص بالحرية الاقتصادية وحق الشباب بالولوج للأسواق، تمكين النساء أو تمكين المرأة، التنمية، توظيف التكنولوجيا أيضا لحلول فعالة أكثر، سلسلة من ورشات العمل، تطوير أعمال، تسويق، احتضان لبعض الأفكار، وهذا اللي بدنا إياه اليوم حتى تكون البيئة عندنا بيئة جاذبة لأفكار أبنائنا في أسبوع الريادة العالمي. ومباشرة مع المهندسة نادية سبع عن المديرة التنفيذية لفينومينا لريادة الأعمال، أهلا وسهلا بك نادية. مرحبا نادية. أهلا، سمعتك. أهلا بك، يعطيك العافية. يعافيك، أهلا وسهلا فيك. ما بين أسبوع الريادة العالمي وما بين قدرة شبابنا اليوم للولوج لأسواق محلية، ومع التكنولوجيا اليوم صار الولوج للأسواق العالمية كما قرية واحدة، كما مبادرة واحدة، بتقديرك اليوم المستوى اللي قطعوه شبابنا اليوم ليوصلوا لهذا الحد، وشو المأمول وشو المتوقع من المخرجات الخاصة بأسبوع الريادة العالمي؟ تمام، شكرا للاستضافة الكريمة، هذا بداية، والفرصة أنه نتحدث عن فعاليتنا وعن مشاركتنا اليوم والسنة هاي في أسبوع الريادة العالمي. طبعا هي مناسبة سنوية بيحتفل فيها دول العالم معظمها، بتكون ثيماتيك لها عنوان كل سنة بيناسب الوضع القائم والتطلعات المستقبلية، وفلسطين جزء من هالعالم. عنا قدرات شبابنا، عنا مثل ما تفضلت قطاع التكنولوجيا الأسهل أو الأكثر ملائمة لظروفنا القائمة، وإلنا فرصة كبيرة فيه وإله فرصة كبيرة بدعم اقتصادنا الوطني. فجهد كبير، أنا مش مخولة أحكي باسم أسبوع ريادة، ولكن من اللي شايفته كأحد الفاعلين في منظومة ريادة الأعمال الفلسطينية إنه أسبوع ريادة تنظيمه السنة كان ناجح جدا. عدد المشاركين كمؤسسات وكأفراد وكشباب مهتم ومؤسسات حكومية اقتصادية private sector والsupportive organizations كان كتير مهم. نوعية النشاطات يوميا وعددها الكم والنوعية كتير مهم، وهذا بيوصلني للنشاط اللي احنا منظمينه مثل ما تفضلت فينومينال ريادة الأعمال وصندوق ابتكار للاستثمار بدعم من حاضنة أعمال انترسكت وبرنامج فلسطيني من بنك فلسطين. مننظم All Women Hackathon over the weekend على نهاية الأسبوع، اليوم وبكرة وبعده، نشاط من النساء للنساء، أكثر من 130 متقدمة للمشاركة، 40 سيدة تم اختيارها من أعمار مختلفة، من خلفيات مختلفة، من experiences مختلفة، عشان يجوا مع بعض في بيئة داعمة إلهم، في برنامج داعم إلهم، ليطلعوا بحلول إبداعية تستخدم التكنولوجيا لتمكين النساء على طرفي معادلة الاقتصاد. خلينا نحكي اليوم تمكين النساء كما يقال، أنا آسف بهذا التعبير، ترند، بمعنى أي حدا عنده مشروع خاصة بيطمح لشيء من الدعم من بعض الهيئات الدولية فهي بتعطي أولويات أعلى لأي برامج لها علاقة بتمكين النساء أو تمكين المرأة. قديش تقديرك اليوم أسبوع الريادة العالمي والمبادرات اللي راح تنطلق هي بالفعل خاصة بتمكين هذا الجيل من النساء اللي بحاجة أولا لاحتضان أفكاره، ومن جهة أخرى في مدارس بتحكي أنه الإنسان المبدع والمبتكر يستطيع أن يصنع بيئته بنفسه، يستطيع أن يخلق تلك البيئة. هل اليوم إحنا أمام ترويج لأي مؤتمر أو أي حدث بنحكي عنه الغاية منه تمكين النساء، ولا عم بتشوفي، طبعا هذا جزء من الحرية الاقتصادية للنساء بكل تأكيد تمكينهم في كافة القطاعات، ولا بتقديرك القصص
والمبادرات والابتكارات وطريقة التفكير والأدوات الموجودة اليوم لهاي الفئة من النساء المشاركات في أسبوع الريادة العالمي، هي اللي فتحت الباب وهي اللي فتحت المجال، وهي عمليا سفيرهم للوصول أو الولوج للأسواق المحلية بل والعالمية. تمام استاذي. طلع يعني انا الصراحه ما راح اكون مثاليه ولا احكي لك الشعارات اللي دائما بنسمعها، مفهوم كل اللي بتحكي فيه هي مشاكل قائمه صارت في ثقافتنا في التعامل مع الدعم الدولي او المشاريع التنمويه او غيره. صحيح كلامك في جزء كبير من المؤسسات والمشاريع والنشاطات بترفع شعار تمكين المرأة أو المرأة جزء مهم وإلى آخره، كلنا فاميليير مع هاي الشعارات. أما إذا بنطلع على أرض الواقع، صحيح المرأة قادرة وعندها بوتنشال وبيطلع منها إذا مكناها إلى آخره، ولكن في معيقات حوالينا ما بنقدر ننكرها، مش كلها بيد المرأة إنها هي تغيرها. فإحنا صراحة من رؤيتنا، بعيدا عن الإعلام بعيدا عن أي شو أوف، إحنا بنآمن إنه السيدة موجودة في مختلف الأماكن في المجتمع، في الإيكو سيستم، كريادة أعمال أو كشركات ناشئة، هي موجودة وهي جزء كبير من المجتمع، وإحنا عم نخسر اقتصادياً بإن ما منفعلها، ما منطلع الماكسيمم منها. فكل الفكرة في نشاطنا بالذات، وإذا بدي أحكي بالخصوص فينومينا هي بالإنجليزي بتنكتب PH، هي ظاهرة، أما إحنا عاملين الهابان اللي هي Female Innovators of Men، اللي هن السيدات المبدعات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. فإحنا بندعي إنه إحنا بدنا هاي السيدة نشتغل معاها طول الجيرني، طول الرحلة. ما رحنا نشتغل معها نشاط ونتركها في نص الطريق، ما مش هدفنا الشورت وان، إحنا بنطلع على لونج تيرم امباكت. فبدنا إشي سستينبل دائم، وبدنا إشي امباكتفول. فانت بتمكنها، بتعزز ثقتها بنفسها، بتبني الانتربرينوريال مايند سيت عندها، بعدين بتزودها بالادوات وبالمصادر ريسورسز، الفرص المختلفه، ومثل ما تفضلت كمان الاكسس للبرامج، المؤسسات اللي بتدعمها. وهذا فعليا اللي بنعمله بهذا النشاط، احنا بيئه امنه لهدول السيدات، سواء كانت سيده، سواء كانت طالبه، سواء كانت ام تيجي مع اطفالها، مراعيين خصوصيات السيدات بشكل عام، عشان كل واحده بالخلفيه اللي هي جاي منها، من القطاع اللي هي جاي فيه، نحطها في بيئه كلها داعمة للإبداع، تطلع بأفكار تستهدف النساء باستخدام هاي التولز اللي حواليها، تطلع بحل تكنولوجي عشان تواكب الدنيا، عشان تنافس عالميا، وعشان تحقق مردود مادي واقتصادي مهم في عملها. فإحنا بنجتهد وإحنا نتواصل وwe reach out للبارتنرز اللي هم بيأمنوا معانا بنفس المشن، ومنجرب، منخطأ، منتعلم، ولكن عنا على اللونج تيرم احنا مأمنين انه السيدة قادرة ولا ينقصها اي شيء، على العكس. اذا احنا بنفكر اقتصاديا صحيح، فاحنا لازم تيوتلايز هذا السيجمنت في المجتمع، سواء كورك فورس او على الناحية الثانية من المعادلة كماركت بليس. فاحنا هذا تفكيرنا بحت، لا شعارات ولا احنا ملائكة بنحكي، احنا بدنا سيتويشن يكون ون ون للكل. حال في هناك أفكار ريادية بغض النظر قابلة للتطبيق محليا أو حتى عالميا، وإحنا الحمد لله رب العالمين من يومين كمان أبنائنا في خان يونس كمان غادروا لألمانيا للمنافسة بمسابقات عالمية أيضا في قطاع التكنولوجيا وفي قطاع الذكاء الاصطناعي وخلافه. مين المسؤول اليوم عن احتضان بعض الأفكار اللي ممكن تنجم عن أسبوع الريادة العالمي، وآليات وأدوات التوافق، وآليات وأدوات استمرارية هذا الدعم للوصول لمخرجات مختلفة الملامح، حتى ما يكون مجرد منصة تنتهي بانتهاء الحدث؟ نادية. تمام.
تمام، أنا بتفق معك كمان بهذا الطرح، اللي هو إيد واحدة لحالها ما بتزقف، واللي بده يمشي لحاله بتعب، لازم نمشي كلنا مع بعض عشان نوصل أبعد ونوصل بخطى ثابتة. خليني أحكي، الجهد اللي في أسبوع الرياضة العالمي أو في النشاط تبعنا تحديدا هو بيوفر بيئة متكاملة. يعني هدول السيدات المبدعات بيجوا بيلتقوا بالمنظمات وبالمرشدات المهنيات المختصات كلهم في مجالها، من تسويق، من فاينانس، من غيره، وكمان لجنة التحكيم كمان سيدات. في هذه البيئة كمان عندهم وصول لبرامج مختلفة مثل برنامج فلسطينية اللي بيدعمهم، كمان عندهم أكسس لمؤسسات بتدعمهم، كيف حاضنة انترسكت، كيف صندوق ابتكار للاستثمار اللي بيستنى وجود فعلا شركات ناشئة إبداعية ليدعمها ويستثمر فيها ويحقق ربح، كمان مؤسسة فينومينا اللي ماشي معهم على طول طريق ريادة الأعمال. فكل هدول البلايرز، كل هدول اللاعبين، كل واحد لازم في مكانه يبادر يساهم ونتكاتف كلنا طبعا، بالإضافة للجهات الحكومية اللي هي بتوفر الأمبريلا لكل هاي النشاطات مثل وزارة الرياضة، مثل المجلس الأعلى للإبداع والتميز، القطاع الخاص، المؤسسات الداعمة في قطاع ريادة الأعمال، كل حدا عليه دور. المشاريع الدولية كمان عم تلعب دور كثير مهم، وكمان الشباب الريادي نفسه لازم يكون جدي، لازم يكون آمن بشو بيشتغل، ولازم يكون عنده نفس طويل ليمشي هالمشوار اللي مش كتير سهل. نعم، أختم بالدور الرسمي المناط اليوم، وهذا أمر طبيعي جدا، بجوز بعض المدارس تعتقد أن الريادي مش بحاجة لهذا الدعم التقليدي، ومدارس أخرى تعتقد أن الرياديين مستويات مختلفة، منهم ريادي مقدام ومنهم ريادي بحاجة من يأخذ بيده إلى الأمام. قديش تقديرك اليوم، خاصة لأول مرة بيكون عندنا وزارة ريادة، عم تلعب دور محوري بولوج أبنائنا للأسواق، بحريتهم الاقتصادية اتخاذ القرار الاقتصادي اللي بيشوفوه مناسب، بمبادراتهم، بابتكاراتهم، بأفكارهم، بقضايا أخرى عديدة، لأنه بنحكي عن أجيال شابة مش بالضرورة تكون بتتقن العمل الإداري وعندها يعني إرادة لا تنضب وعندها يعني مشاعر لا يعني لا يمكن إنه أي حدا يغطي عليهم أو أي حدا يعني يحاول يكسر الإرادة الموجودة فيهم. هل تعتقدي أن الدور الرسمي اليوم دور حاضن لبيئة الشباب أو طارد أو محايد على الأقل نادع؟ تمام. أنا بآمن إنه we are perfect but there is always room for improvement. إحنا ما شاء الله كاملين، ولكن دائما في مساحة للتحسين. الجهات الرسمية المختلفة سواء من مؤسسة الرئاسة أو مؤسسة الحكومة بيجتهدوا، بينجزوا إنجازات معينة سواء بالناشنال إيفانت أو بالدليجيشنز مثلا لبرا، فهم عم بيحاولوا أو بيقدموا خدمات مختلفة تحت نسي أوفرينجز معينة. مثلا شبك المنظومة الريادة الفلسطينية بالمنظومة الإقليمية أو العالمية مثلا، هذا جهد ممتاز. لسه من أسبوع تقريبا شفنا وزارة الريادة الفلسطينية بتنظم طبعا بالشراكة مع شركاء الأيسب مؤتمر الريادة في دبي، وكان إيفنت ناجح مهم لوصول شركاتنا الناشئة أو شبابنا المبدع لهاي الأسواق اللي ممكن تعطيهم دفعة وزخم جيد. منشوف استقدام مثلا خبراء دوليين بيشاركوا في ورشات، فهم بيجتهدوا وهم عم بيعملوا في صناديق مثلا للدعم الإبداع. ولكن بتعرف احنا من آمن انه دايما في كمان انه ينعمل، حابين نتعاون معهم عشان يعملوا أكثر، عشان ننجز مع بعض أكثر. فالأمل كبير، وأنا بطلع بإيجابية على دور الحكومة ودور كل المؤسسات صراحة، لأنه اللي بيشتغل بيخطأ، فمعناها اللي بيخطأ هو كان بيشتغل وبيحاول وبيجرب وبيصحح من مساره، وكمان إحنا هيك الكلام بينطبق علينا. فمدام الفيجن قدامنا واضحة والنوايا الطيبة موجودة، فإحنا بنتعاون مع بعض وبنتعلم مع بعض وبننجز مع بعض إن شاء الله. جميل رسالتك نادية اليوم لشبابنا، على الأخص إحنا اعتدنا حقيقة في قضايا من هذا النوع دائما بنحكي مع صناع السياسات
وتحديدا في قضايا الحرية الاقتصادية والولوج للأسواق والريادة والابتكار وخلافها. هذا الموسم الحمد لله رب العالمين الشباب عم بيفرض نفسه وعم بحكي أنا موجود وأنا صاحب المبادرة، أنا بدي أبني وبدي أخلق هذا المستقبل، أنا بدي أنتزع فرصتي، وهذا شيء طيب ورائع، على الأخص الإناث واللي كمان إن شاء الله بيكون لهم الفرصة للولوج في كافة القضايا، وعلى الأخص مع التحديات التكنولوجية اليوم اللي ممكن تفرض علينا حلول فعالة لها علاقة بالتنمية وخلق فرص عمل والتسويق وغيرها من القضايا. إن شاء الله كل التوفيق نادية، وأشكرك على رسالتك معنا اليوم، المديرة التنفيذية لفينومينا لريادة الأعمال. شكرا شكرا. هذا البرنامج بالشراكة مع مؤسسة فريدريش ناومان للحرية.